السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هان طبعا في الحواصل كان اللي هو مصدر رزقي تفصيل بدأ، لكن من جوا من باقي الحواصل من جوا كانت شكلها أخي للأسف. هذا مع القصف اتدمرت وانحرقت حريق، ما ضلش ولا حاجة من ما اعرفش مسكين الا التلاجة وخربانة. لحظة شوية نسأل لها عشان في الرادة من اللي على الباب مش عارفين نمروا. هاي التلاجة اللي تبقت من بيت والباقي كله محروق مسكين، وخش طبعا المحل لانه الناس جاد الحاصل تبعي اللي كنت اشتغل فيه جنب البيت تبعي، وخش طبعا مع الجيران اللي جاي من الجيران الفراش والهذا. ما احنا يعني طلع في السطح هذا انحرقت حريق، بعد ما انحرقت كمان انضربت ظهر من الشقة الثانية وخش الردم والهذا اللي انتم شايفينه على الوجه. هذا مش انا، هذا اجى من الدار اللي انقصفت جنبه طبعا. نحن هاي كله محروق حريق، حتى السطح انحرق حريق ولا حاجة، حتى الحديد البواب انحرق حريق.